بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ازازه ترمس تابر وير، بتيجي في الكرتونه بتاعتها دي. الكرتونه بتاعتها دي، الازازه ترمس، مش ازازه فقط. دي بتتفك الغوز، الغطا هنا الغوز، في مكان هنا عشان لو هتركبي علقه الغوز زي ما انتم شايفين كده محكم، شايفين هي ستانلس يا جماعه، جوه وبره سامعين الصوت، جوه ستانلس اهو. حجمها 540 ملي، فيها من تحت زي ما انتم شايفين اهو كاوتش علشان تبقى ثابته وانت بتحطيها. دي ازازه ترمس. الازازة لازم تسيبي مساحة من جوه وانت بتملي قيمة الجزء ده النازل ده. في كاوتش من هنا عشان يبقى محكمة جوه. الوز تحط فيها سخن سائع، الاتنين سخن او سائع. السخن 12 ساعة، السائع 8 ساعات، من 8 ل 7، من 6 ل 8 حسب انت بتفتحي الازازه قد ايه. انا قعدت معايا بصراحه اكتر من 8 ساعات. ازازه ترمس تابر وير على شكل ازازه، متميز جدا. طبعا هو معمول ديزاين ازازه كده علشان انت ما تخرجي بيها ما تبانش انها ترمس، تبان انها ازازه. في قمه الشياكه لون جولدن زي ما انت شايفين كده، جولدن نحاسي تحفه. دي طبعا السيده المتميزه جدا اللي بتعشق الشياكة وتبقى منفردة بترمس على هيئة ازازة للتابر وير. ده شكلها، بتيجي بالكرتونة. لو عندك مناسبة هتبقى قيمة جدا، وهي قيمة جدا ليكي في ايدك تتميزي بيها بشيء منفرد من تابر وير. ازازة ترمس تابر وير، احدث منتجات تابر وير وصلت مصر. شكرا تابر وير على الأناقة والشياكة والشيء المتميز. شكرا تابر وير مصر، شكرا تابر وير الظاهر.